مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا في الجزء الثاني من الحدث مع رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية هادي زلزلي عبر سكايب. صباح الخير مجددا استاذ هادي. يعني سؤال المليون مثل ما بنقول، متى من الممكن ان يبدا العام الدراسي؟ يعني البعض بيقول اذا بمنتصف ايار تم، يعني لانه البعض يتوقع بانه رح نطلع من ازمه كورونا وغيرها، لكن امكانيه عوده المؤسسات الى العمل وخصوصا نتحدث عن مدارس وجامعات ممكن يتاخر قليلا. هل مزبوط عم بتم دراسه عوده المدارس والجامعات من اول حزيران حتى نهايه تموز هذا الصيف؟ بالبداية أي قرار بده يتاخذ بوزارة التربية هو حيتاخذ على مستوى تأمين مصلحة التلاميذ وتأمين سلامتهم بالدرجة الأولى. ما في قرار رح يتاخذ ورح يغفل سلامة أي تلميذ من تلاميذ المدارس الرسمية والخاصة ومن طلاب الجامعات اللبنانية، الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة أيضا. نحن بنعرف ببداية الأزمة القرار اللي اتخذه معالي وزير التربية كان قرار يمكن بنظر البعض كان قرار مبكر شوي، ولكن لانه في هاجس حمايه التلاميذ وتامين سلامتهم كان في هذا القرار الجريء اللي سبق التوصيات بالاقفال بكثير من الدول. كمان بدايه التدريس، نحن هلا بنعرف انه بفتره التعطيل كمان في مرحله تعليم عن بعد عم تتابع، برغم انه هي المرحله هي ما فيها مؤسسه كان بالاساس، ولكن يعني القرار فيها اتاخذ لحتى تتامن عمليه استمرار ارتباط التلاميذ بالمدارس بالمنهج وتامين المستوى اللازم وقت اللي بدنا نفتح المدرسه. يعني هالفتره الصحيه اللي بدها تستمر لفتره ان شاء الله بتكون قصيره بعد منا مباشرة، نحن في عدة اجتماعات عم تنعمل بوزارة التربية على مستوى الوزير والمدير العام ورؤساء الوحدات. هاي الاجتماعات عم تخطط، طبعا ما فيها تحط توقيت اليوم او مواعيد لفتح المدرسة، ولكن وقت اللي بيصير الامكانية متاحة صحيا بدنا نكون كلنا جاهزين لنرجع على المدرسة، ادارات وافراد هيئه تعليميه، ملاك وتعاقد وتلاميذ. نعم، بس هون استاذ هادي، يعني المتوقع مثل ما عم ينقال صحيا بانه ممكن تمديد لمره واحده فقط التعبئه، راح تكون يمكن لهي منتصف ايار، وعلى انه من بعد منتصف ايار يكون في هذا اللي عم بتقوله حضرتك لاعاده برمجه العوده، لكن هل ممكن عوده التلاميذ؟ يعني اذا صحيا صار فيهم، في تفكير بانه يكون في دراسه صيفيه اللي هي شهر حزيران وشهر تموز؟ لانه البعض يقول بانه العطله تقريبا 3 أشهر رح يكونوا اخذوها الطلاب، مع انه بغير موسمها يمكن او بحجر كانت، بس اخذوا هذه العطله ومن الممكن انه يرجعوا ل يعني للدراسه تموز حزيران تموز. هلا هي المقاربه مش انه العطله اخذوها وعم نعطي بدالها، لان نحن بنعرف التلاميذ واهلهم بهذه الظروف هي منا ظروف عطله وقضاء عطله بمعنى العطله، يعني لانه في ظروف نفسيه وماديه ضاغطه خلال هي الفتره كانت، وتخوف صحي كان ضاغط ايضا، ولكن نحن تربويا بحاجه لفتره يعني يمكن تمتد بين 40 45 او حدود 55 يوم، لانه بنعرف نحن معظم المدارس أو المدارس لما انعطلت بفترة الأحداث اللي مرقت بعد 17 تشرين كان في تفاوت بأيام التعطيل بالمدارس، ونحن بحاجة لأيام لتعويض ببعض المدارس. هلا نحن اللي منا إياه إنه نحن بعد انتهاء الأزمة الصحية رح يكون في مرحلة أولى هي فيها تعويض لإكمال المنهج. كمان عم يندرس موضوع تقليص المنهج بالاعتماد على المحاور والفصول الأساسية بكل مادة من شان ما يكون في أي إرهاق لتلاميذنا. بنفس الوقت اللي بدي أقوله، كنت عم تقولي عن موضوع التعبئة، موضوع إقفال المدارس بالبداية مثل ما قلت مرتبط بالتعبئة، يعني إقفال المدارس بدأ ب 29 شباط، التعبئة بدأت ب 16 آذار. يعني كان في معطيات انه نحن نبلش بالمدارس اطفال قبل،
كمان يمكن هلا يكون في مرحله ايام او اسبوع او اكثر شوي بعد انتهاء مرحله التعبئه، لان احنا كمان في مرحله تحضيريه هلا وضعنا بالمبدا اسسها بوزاره التربيه. هي المرحله التحضيريه اكيد بالبدايه نحن المدرسه ما نرجع نعيد تامين البنيه التحتيه، التعقيم، كل الوسائل المطلوبه، يعني يمكن يكون حضور افراد الهيئه التعليميه يسبق حضور التلاميذ، وان شاء الله بنقدر نوصل للفتح الطبيعي للمدارس، ما يكون كمان ضمن فتح بشروط قد تكون، يعني ان شاء الله بنوصل لفتح طبيعي وكامل لجميع المدارس. طيب هون ايضا استاذ هادي، يعني بس كمان الناس حقها تعرف والطلاب حقهم يعرفوا، لانه كمان حضرتك عم تحكي عن تجربه التعليم عن بعد اللي هي غير موجوده او غير متوفره لعدد كثير كبير من التلاميذ، اما لانه الواي فاي والانترنت بلبنان من أسوأ ما يكون بعده رغم كل ما يحكى ويقال، يعني اذا بدهم يعملوا داونلود لاي فايل عم ياخذ معهم ساعه وساعتين، بتروح الانترنت وبتروح الكهرباء، وفي هيدي يعني المعضله. والتعليم عن بعد لا يبدو بانه يعني شيء له عازه، تحديدا لما عم نحكي عن طلاب تمهيدي اللي بعدهم لهلا عم ببلشوا ياخذوا الحرف، يعني على كل الميلات عم تكون صعبه، فكمان لابد من تجهيز هؤلاء ليدلهم بالجو اذا في مدرسه بحزيران ولا ما في مدرسه، يعني منه من القرارات اللي لازم تعلن باخر لحظه، انه بكل بلدان العالم عم يطلعوا يقولوا باول ايار بنبلش هيك، بعد اسبوع بنبلش، الا بلبنان بندلنا انه لا بدنا نشوف اخر لحظه، خصوصا انه البلد لا يبدو على اقله بالاصابات انه هالبلد موبوء، حتى منظمه الصحه العالميه يعني والجهات الدوليه ما عم تنظر للبنان على انه بلد موبوء، فليش ما بيصير في مصارحه؟ نحن اكيد من البدايه كان في مصارحه بوزاره التربيه، يعني الوزير من البدايه وقت اللي كان في تواصل مع وزير الصحه لاعلان اقفال المدارس، وهلا نحن في عده سيناريوهات اندرست وانوضعت تواريخ حتى لها، يعني نحن في احتمال لنقول اليوم الامان الصحي الكامل صار بمطلع ايار في سيناريو معين، هل الامان الصحي صار بمطلع حزيران راح يكون في سيناريو ثاني. هون هلا عم يتحضروا بشكل نهائي وراح يعلن عنهم بوزاره التربيه بالوقت المناسب. ولكن نحن لحد يعني هذا الاسبوع او الاسبوع الماضي ما كان في معطيات دقيقه نحن ايمتى ممكن نخلص من حاله المرض. هي المعطيات الدقيقه واليوم بمعظم الدول، يعني يمكن في دول مثل ما ذكرتي اخذت قرار انه حددت موعد لبدء الدراسه. ولكن معظم الدول بعد ما حددت، وحتى الدول اللي حددت ممكن كمان ترجع تعدل، ان كان يعني كان في معطيات صحيه ثانيه اكيد رح تضطر تعدل هذا المعطى. نعم ايضا ان شاء الله من الاسبوع القادم نحن في اجتماعات بوزاره التربيه، يعني مبلغين، وفي اوراق عمل تحضرت من جميع المديريات والوحدات لا تنعرض بشكل يكون في قرار مرتكز لاسس تربويه ولوجستيه جاهزه لنقدر نتحرك فيها. هلا بموضوع التعليم عن بعد اكيد نحن بنعرف انه ما قدر يوصل لكل التلاميذ، وهذا الشيء مش بس بلبنان، يعني باكثر من دوله، دوله عربيه او غير عربيه، كان ما بيوصل التعليم عن بعد لكل التلاميذ لعده اسباب، ونحن يضاف لها اكثر انه في عندنا مشكله بقطاع الاتصالات، ويمكن عم نعاني منه حتى لما بدنا نعمل مقابله، يعني احيانا نعرف نحن هذا الشيء. الموضوع التعليم عن بعد معالي الوزير لما طرحه هو منه موضوع بديل عن عمليه التعليم الاكاديمي الطبيعي، هو مجرد وسيله لابقاء التلاميذ باجواء التعليم، لابقائهم مربوطين باجواء المدرسه، لانه البديل عن التعليم عن بعد هو وجود التلاميذ بالمنزل من دون اي متابعه او اي وظيفه، متابعه التعليم بعد شهر او بعد شهر ونص او بعد 20 يوم حتكون صعبه عليهم، وجود التعليم عن بعد حيكون ميسر لعمليه التعويض والمتابعه لاحقا. ايضا استاذ هادي السؤال الرئيسي، المدارس عادت لتذكر او عدد من المدارس كبير بدات تطالب الاهل بالاقساط المدرسيه وبالقسط الثاني وبالقسط الاخير بوقت ما في
يعني لما في مراعاة اولا لتخفيضات او الغاء لجزء من القسط، لانه مش بس القسط هو رواتب اساتذه وكمان في هون اسئله كثير اذا عم يقبضوا كامل معاشهم او نص معاشهم، انما التعليم والتواجد بالمدارس وغيره وغيره ما في ولا اجراء اتاخذ. هيدي المدارس اللي عم بتطالب بالاقساط، هيدا حق ولا مش حق يعتبر اليوم؟ في حدا يعني اذا بده يشتكوا الاهل لانه عم يتهددوا بمصير اولادهم، شو بدهم يعملوا بهالحاله؟ بدايه نحن بنعرف ازمه الاقساط بالمدارس الخاصه هي موجوده قبل الازمه الاقتصاديه الاخيره وقبل ازمه مرض كورونا، ولكن تفاقمت يمكن هالفتره نتيجه الازمه الاقتصاديه ونتيجه اوضاع الاقفال اللي صارت وخساره كثير من المواطنين لعملهم او تراجع قدره رواتبهم الشرائيه من جهه، او حتى خسارتهم لجزء من راتبهم. اكيد هذا الموضوع حيكون في حيتفاقم يعني بهالمرحله. المرحله السابقه نحن كان في عندنا المجالس التحكيميه، مجالس التربويه التحكيميه كانت عم بتتابع الشكاوى اللي لها علاقه بالاقساط المدرسيه، وكان في جزء من الاهالي عم ينتقل للتعليم الرسمي ليكمل تعليمه بالتعليم الرسمي. هلا اللي عم بيصير اليوم بغض النظر يعني يمكن صعب بهذا اللقاء نقول الحق وين. نحن بنعرف انه اول شيء الاهالي عم بيعانوا من ازمه اقتصاديه، في واجب انه تكون الدوله وتكون المؤسسات الرسميه والمؤسسات الخاصه شاعره بهالازمه هي من جهه، وكمان بنفس الوقت نحن بنعرف انه المدارس الخاصه كمان بحاجه لتامين رواتب اساتذتها ولازم تستمر بتامين هالرواتب ودفعها برغم الازمه اللي هي موجوده. بس حضرتك بتعرف استاذ هادي انه كثير من المدارس والاساتذه عم يقبضوا نصف راتب اذا عم يقبضوا هيدا، بتعرف انه المتعاقدين الاساتذه المتعاقدين ما عم يقبضوا نهائيا بوقت هن كمان مشاركين كمان بالتعليم عن بعد، يعني ما عم تقدروا تحموا هؤلاء الاساتذه، وكمان عم يتطالب اليوم من الاهالي يدفعوا قسط بدل شيء غير موجود، تعليم غير موجود، لو شو ما قلنا عن التعليم عن بعد اليوم هو لا يعتبر تعليم تحديدا ببلد مثل لبنان ما في إمكانية إنترنت مثل الخلق. لا خليني أكيد، بس خلينا نفصل لأنه صاروا أكثر من سؤال بسؤال واحد. البداية كنا عم نحكي عن الأقساط المدارس الخاصة، نحن إنه الحق أكيد بشق كبير هو مع الأهالي وأوضاعهم ولازم وقوف المدرسة بجانبهم بهالفترة. كمان بالمقابل ما فينا نغفل انه المدرسه هي مؤسسه تحتاج الى رواتب اساتذتها. هلا في جزء لما ذكرتي ببدايه السؤال في جزء من النفقات هو بحدود ال 65% للرواتب، وفي جزء من نفقات المدارس هو نفقات تشغيليه. يمكن البعض عم يعتبر انه هالنفقات التشغيليه اليوم ما عم تصير اذا المدرسه ما عم بتامن تعليم داخل المبنى المدرسي وما عم بتامن تعليم يمكن عن بعد، ولكن هذا يعني بتصور انه لازم يكون في نقاش فيه بعد انتهاء العام الدراسي، بده يتحدد ساعتها قد ايه هالمدرسه رجعت كملت بالعام الدراسي وعوضت من جهه. هلا اكيد هذا الموضوع موضوع المدارس الخاصه ما بينحل الا بحوار، وهذا اللي عم يسعى له معالي الوزير والوزاره عبر الوحدات المعنيه. يعني ما بتقدروا تعملوا شيء للاهالي اللي عم بيتم تهديدهم او اخراجهم، يعني في اهالي عم بيتم اخراجهم من جروبات الواتساب انه ما يتابعوا دروس اولادهم لانهم ما دفعوا القسط الثاني تحديدا. خلينا نفصل موضوع هيدا التهديد كله ما بتقدروا تعملوا لهم شيء للاهل يعني. لا خلينا نفصل موضوع التهديد عن موضوع المطالب اللي عم بيطالبوا فيها الاهالي لجان الاهل، والمطالب اللي عم بيطالبوا فيها نقابة المعلمين والإدارات المدارس. يعني خلي موضوع التهديد اليوم لما عم بيصير تهديد أكيد هذا تصرف غير تربوي ولازم يتقدم شكوى لوزارة التربية لمصلحة التعليم الخاص، لأنه ممنوع يتهدد التلميذ بمسؤولية عن تسديد قسط مثل ما كان عم بيصير بالسنوات السابقة. يمكن بعض المدارس كانت عم تمنع التلميذ من الحصول على إفادة لانهاء العام الدراسي او افاده نجاح لانهاء العام الدراسي نتيجه اوضاع ماليه. المواضيع الماليه مفروض تكون مفصوله عن الشق التربوي والاكاديمي للتلميذ. هلا بموضوع اللي ذكرتيه كمان لانه طرقتي موضوع المتعاقدين بالتعليم عن بعد، معالي الوزير كمان اصدر التعميم اللازمي بعد اخذ موافقه من مجلس الوزراء انه التعليم عن بعد حيكون في مسدد عنه نفقات التدريس. هلا اكيد حيكونوا ضمن الفصل الثاني لانه الفصل الاول
تم ارساله يعني قبضوه المتعاقدين، ولو انه نحن بنعرف انه اليه دفع اجور المتعاقدين هي اليه بتتم كل فصل، وعم نسعى بالوزاره انه تصير يمكن كل شهرين او اذا فينا اقل كل شهر اذا في امكانيات لوجستيه تسمح لنا بهذا الشيء، او عم نشتغل لحتى نيسر الاجراءات لحتى يصير الدفع بهالطريقه، لانه بنعرف المعاناه لينطر كل استاذ متعاقد 3 شهور او اكثر ليتقاضى راتبه، ولكن كل الاساتذه حياخذوا مستحقاتهم عن فتره التعليم عن بعد بعد التدقيق بعمليه التدريس اكيد ليكون في عداله ومساواه من جهه. في اشكاليه كانت موجوده ببعض المدارس اللي اثيرت اخر فتره انه في اساتذه متعاقدين على نفقه مجالس الاهل بهالمدارس، ومجالس الاهل من سنتين كان يتم تمويلها عن طريق المنظمات المانحه وتوقف هذا التمويل، وهلا الوزاره عم بتامن لهم تمويل من محل ثاني لتقدر تغطي النفقات المطلوبه ليقدر يقوموا بواجبهم تجاه المعلمين المتعاقدين على حسابهم. نعم، ايضا استاذ هادي سؤال الامتحانات الرسميه، البعض يعني صار يقول بانه مؤكد ان الامتحانات الرسميه بعد موضوع الكورونا انه الامتحانات الرسميه سوف تنجز وما في افادات، هل هذا الشيء فيك تقوله لليوم اقله يعني يخلق الله ما لا تعلمون شو بده يصير بهذا البلد يعني من بعد الكورونا، هل سنعود الى الانتفاضه بالشارع شو بده يكون؟ هذا غير كلام اليوم بموضوع العودة إلى المدارس اللي هي صارت ممكن الحديث عنها في الصيف، هل تقولون بأنه رايحين على امتحانات رسمية؟ أكيد رايحين على امتحانات رسمية، بس طبيعي نحن مش رايحين على امتحانات رسمية مثل السنوات السابقة. شو يعني؟ يعني نحن عارفين الظروف شو هي اليوم من ناحية الموعد، الامتحانات الرسمية موعدها كان عم بيكون بمطلع شهر حزيران بمنتصف شهر حزيران، أكيد نحن رايحين على تواريخ بعد هالفترة متعلقة بشكل كبير بأيمتى بننتهي من المرض، أيمتى بنرجع على المدارس ومنكمل فترة التعويض اللي هي مطلوبة، بس أي سيناريو بده يتاخذ بموضوع تحديد موعد الامتحانات الرسمية أو كيفية تقديم هذه الامتحانات الرسمية، لأنه نحن نعرف يعني صرنا ملزمين اليوم بعمل امتحانات فيها نوع من التيسير للتلاميذ، لانه بنعرف الازمه اللي مرقوا فيها بهالفتره، وبنعرف الاليه اللي انعطى فيها المنهج بهالفتره، فاي سيناريو بده يتاخذ اكيد اجراء الامتحانات هو اساس، ولكن مع مراعاه سلامه التلاميذ ومن خلاله سلامه المجتمع صحيا، مصلحه التلاميذ، لانه احنا كان في ناس كمان عم تحكي انه ما في امتحانات، لا الوزاره قرارها انه الامتحانات رح تصير، لانه الامتحانات هي اللي بتامن العداله والمساواه بين التلاميذ، اكيد كمان لما نحن بناخذ بعين الاعتبار الظروف اللي مرقوا فيها تلاميذنا، الامتحانات الرسميه هي اللي بتحفظ حقوق التلاميذ كمان من القطاعات اللي فيها اكثر هشاشه، ولا سيما اللي هن ذوي الصعوبات التعلميه، لانه بنعرف نحن الامتحانات الرسميه بالسنوات السابقه كانت عم تتقدم لهم ميسره وبتراعي الظروف الصحيه والظروف التربوية اللي هن بيعانوا منها. يعني الأرجح إذا دخل يعني تم تخفيف يعني تم الانتهاء من موضوع التعبئة وفرض إقفال المدارس والعودة إلى المدارس مثل ما قلنا ببداية حزيران، ممكن أي متى تكون الامتحانات الرسمية؟ نهاية تموز أول آب، لأنه بده يكون كمان المدارس معطلة إجمالا لتنعمل امتحانات رسمية، ففي شهر واحد ممكن يكون للعطلة، يعني إذا رجع العام الدراسي تموز حزيران تموز، ففي بس آب، لأنه كمان في كلام بدي أسألك عنه بتاني سؤال عن كمان العام الدراسي المقبل كيف بده يكون، بس اليوم إذا رحنا على دراسة حزيران تموز بآب ممكن تكون امتحانات رسمية؟ منشان ما حدد موعد في إمكانية، بس نحن قلت في أكثر من سيناريو يعني أيمتى بيخلص المرض كليا، في مراحل، المرحلة الأولى رح تكون لإكمال العام الدراسي لإكمال المنهج بعد تحديد الفصول الأساسية، وطبعا هون دور المركز التربوي للبحوث والإنماء، لأنه هو اليوم المسؤول عن المناهج واقتراح ما يلزم بالمواد اللي ممكن نحن يعني ممكن ينحذف بعض الفصول، ينعمل تيسير للمنهج للتلاميذ، رح يقوم فيه المركز التربوي، وعبر في عمل من هلا بلش يعني هو لازم يكون من هلا بلش ليقدر بعد الامتحانات، ولكن في امكانيه ان شاء الله نحن ما بنوصل لبعد اب،
بس في امكانيه كمان مثل ما ذكرتي انه يكون اذا لا سمح الله هل فتره المرض طولت اكثر يمكن يكون اكمال العام الدراسي بمرحله متاخره عن تموز او اب مثلا، كمان راح يكون في سيناريو اخر. اها وكمان وهيدا الشيء يعني نحن عم نحكي الاول يعني استاذ هادي، يعني نحن عم نحكي سرنا بانه كل يعني السنتين الدراسيتين اللي هن 2019-2020 و2020-2021 حتما رح يكون في عليهم تعديلات. طبيعي اليوم لما بده يصير في تاخير بالعام الدراسي الحالي رح يلحق تعديل ولو كان بسيط، يعني يمكن التعديل البسيط اذا كنا نحن فتنا باول سيناريو حيكون التعديل البسيط هو تاخير العام الدراسي القادم 15 يوم 20 يوم شهر. ولكن اذا صار اكثر كمان عم تدرس كل الاحتمالات اكيد مع المناهج مع المواعيد، لكن ما فينا نعلن عنها هلا قبل ما تنتهي الخطه النهائيه لها. بدي اشكرك استاذ هادي زلزلي رئيس دائره التعليم الاساسي في وزاره التربيه على كل هذه المعلومات وعلى هذه الاطلاله، نعد عليك مجددا وعلى جميع المشاهدين بظروف افضل مثل ما قلنا مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.